يبقى على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة أو أقل من النوم في اليوم. تم العثور على معظم علامات مخلب الأسد على مؤخرة الزرافات، يؤكد هذا أن الأسود تهاجم الزرافات من الخلف، وهذا أمر منطقي لأن جلد الزرافات على رقبتها وأمامها سميك يصعب اختراقه. الأسود هي الحيوانات المفترسة الأساسية للزرافة. تستخدم الأسود قوة الفخر كله للقبض على ضحيتها، لكن الزرافات أيضاً تفترس من قبل الفهود والضباع. الأسد والزرافة لا يتناسبان معاً في القتال. لا يمكن للأسد أبداً هزيمة الزرافة نظراً لحجمها الهائل وارتفاعها الكبير. تمكن أسد وحيد من قتل حيوانات مثل حمار وحشي أو جاموس صغير عن طريق عض قصبته الهوائية وخنقه حتى الموت. ومع ذلك فإن الزرافات طويلة جداً بحيث لا يستطيع الأسد الوصول إلى حلقها مطلقاً. فالطريقة الوحيدة التي يمكن أن يصل بها الأسد إلى القصبة الهوائية للزرافة هي عندما تطرح الزرافة من قدميها، ولا يستطيع أسد واحد أن يطارد مثل هذا الحيوان الكبير بمفرده. هناك حالات حيث نجح فخر كبير من الأسود في التغلب على الزرافة، يتطلب ذلك جهداً هائلاً.